بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة رئيس الجامعة، سعادة وكلاء الجامعة، وعمداء المساندة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، الترحيب جميعا في هذا الجمع الكريم، حيث تقيم جامعة شقراء برعاية كريمة من سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف. وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع، هذه الندوة بعنوان نحو مليون متطوع لوطن طموح ومواطنة مسؤولة، تسهيلا لمفهوم العمل التطوعي والحث عليه على مستوى الأفراد والمؤسسات. ولا شك في أن ذلك يأتي مع سياسة الدولة المباركة بقيادتها الحكيمة، والتي زرعت في نفوس أبنائها حب الخير والبذل والعطاء. فالاهتمام بالعمل التطوعي ليس وليد اللحظة، فالمملكة رعاها الله تحرص على التوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي وتوفير البيئة المناسبة لتنمية العمل التطوعي وتحفيز أكبر عدد ممكن. فإن برامج التحول الوطني الشاملة التي يستمر العمل فيها حالياً على قدم وساق لأجل النهوض بقطاعات المملكة تأتي من ضمن آلية تنفيذ رؤية 2030، ولقد تضمنت برامج التحول الوطني على 3 مبادرات ومحاور خاصة بتطوير العمل التطوعي في المملكة. والجامعة تحرص من خلال رسالتها وأهدافها إلى عمل البرامج التثقيفية والتوعوية التي من شأنها أن توضح مدى أهمية غرس روح التعاون والتطوع في نفوس طلابها وطالباتها، وتشارك في مسيرة النماء والعطاء لهذا الوطن المبارك. ولسعادة رئيس الجامعة بهذه المناسبة كلمة يلقيها سعادته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ضيوفنا الكرام، أصحاب السعادة، وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات المساندة، الزملاء والزميلات، أعضاء هيئة التدريس، حضورنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مثل هذه اللقاءات والمناسبات تعد ميداناً رحباً لنقل واكتساب المعارف والخبرات، لا سيما ونحن اليوم في جامعتكم جامعة شقراء نستضيف نخباً في مجال العمل الإنساني والتطوعي في المملكة بمناسبة اليوم العالمي للمتطوعين. وفي مثلها هذه المناسبة نؤكد أن العمل التطوعي يعد من أهم المعالم التي رسمتها رؤية المملكة 2030 لتحقق لنا مجتمعاً حيوياً واقتصادياً مزدهراً ووطناً طموحاً، بما يحقق هدف هذه الرؤية الطموحة ويسهم في دفع عجلة التنمية والوصول لمفهوم المواطنة وما يترتب على ذلك من التزامات. وسمات من أهمها أن يكون المواطن مشاركاً في الأعمال المجتمعية، ومن أبرزها الأعمال التطوعية، فكل إسهام يخدم الوطن هو تجسيد للمعنى الحقيقي للمواطنة الفاعلة والإيجابية. حيث تؤكد رؤية المملكة 2030 على تمكين المسؤولية المجتمعية من خلال رفع مستوى تحمل المواطن للمسؤولية، وتوجيه الدعم الحكومي
للبرامج التي تحقق أعلى أثراً اجتماعي، وأيضاً تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وبناء ثقافة العمل التطوعي، وما نعيشه في هذه الفترة من حراك شتى في مجال العمل التطوعي أكبر دليل على ذلك، وذلك أيضاً لرفع نسبة المتطوعين من 11 ألف متطوع فقط إلى 1,000,000 متطوع قبل نهاية العام 2030، باعتباره جانباً مهم من جوانب التطوير والتنمية المستدامة. إيماناً من جامعتكم جامعة شقرا في قدراتها ومسؤولياتها نحو الإسهام في تحقيق إنجازات مميزة لوطننا ومجتمعنا، فقد عملنا جميعاً على تفعيل المناشط التي تحث على الأعمال التطوعية وتزيد من إكساب طلابنا وطالباتنا المهارات والخبرات ليكونوا أعضاء مستقلين ونشطين في مجتمعهم. وفي الختام نؤكد أننا جميعاً ننشد ونعمل من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن العزيز الذي يتحقق إن شاء الله باكتمال أدوارنا والقيام بها على أحسن وأكمل وجه. شكراً لجميع القائمين على هذه الندوة، وأشكر ضيوفنا استقطعوا لنا هذا الوقت، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة رئيس الجامعة على رعايته هذه الندوة المهمة في عنوانها وضيوفها، وعلى هذه الكلمة الوافية فلسعادته جزيل الشكر والامتنان. نبدأ مستهل الندوة بسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد، نائب رئيس جمعية الكشافة العربية، أستاذ المناهج وتطوير التعليم بجامعة الملك سعود، ليتحدث عن العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة العمل المجتمعي والتلاحم الوطني. دكتور انقطع الصوت. دكتور عبد الله تفضل، الله يحييك، احنا معك في العرض. انقطع الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك تجعل الحزم اذا شئت سهلا، سهل لنا امورنا. بادئ ذي بدء اشكر الله سبحانه وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر جامعة شقرا ممثلة بسعادة رئيسها الدكتور علي السيف ووكلائه ووكيلاته وعمداء الكليات وعمداء الكليات المساندة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات الحضور. ثم أنني أكرر شكري على القائمين على هذه الندوة والذين تواصلوا معي ومع المتحدثين منذ أشهر ليتم هذا اللقاء. ثم أني أشكر الجامعة على اختيار هذا اليوم، وهو الذي يصادف بالأمس اليوم العالمي للمتطوعين، وعلى هذا العنوان المتميز الذي أمامكم عنوان هذه الندوة. فكل كلمة من هذه الكلمات التي أمامكم هي مستنبطة من رؤية المملكة 2030، فالكلمة الأولى نحو 1,000,000 متطوع، فهذه مضمنة في الرؤية، ولوطن طموح ومواطنة مسؤولة متضمنة أيضا في الرؤية، وسوف إن شاء الله نراها في الشرائح القادمة. الشريحة اللي بعدها إذا تفضلتوا. نعم، هذه أولا المحور الأول الذي سأتحدث عنه، وسأبدأ بدون مقدمات اختصارا للوقت. فالمحور الأول هو العمل التطوعي والمواءمة لخطط وأهداف التنمية الوطنية 2030، وهي الرؤية التي استهلتها المملكة وانطلقت ولله الحمد برؤية واضحة، كان أحد محاورها التطوع والذي كان له دور كبير. وقبل أن أتحدث عن التطوع والرؤية، دعوني أن أتحدث ولو باختصار جدا عن العمل التطوعي كرؤية أكاديمية أو رؤية أيضا ميدانية ابتعادا عن الجانب الفلسفي
والإطالة فيه. فالعمل التطوعي هو الجهد المالي أو العيني أو البدني أو الفكري الذي يقدمه الإنسان بلا مقابل، بدافع منه، برضاء وقناعة وإقبال، بدون مقابل، بقصد الإسهام في مصالح معتبرة أو تحقيق أهداف مرسومة. وينقسم أيضاً العمل التطوعي إلى عمل أفراد وعمل جماعات أو جمعيات أو مؤسسات، سواء كانت حكومية أو أهلية أو اقتصادية أو ذات نفع عام. وكلما تنوعت أنواع العمل التطوعي، كلما ضمننا تحقيق الأهداف وتنوع مجالاته. وللعمل التطوعي أهمية كبيرة، وتبرز هذه الأهمية في المجتمعات المتحضرة والمجتمعات التي لديها التوازن الكبير في مجالات التنمية ومجالات المجالات الاجتماعية. فهناك أهمية بالغة على مستوى الفرد وهو المتطوع. فالتطوع يعزز في الفرد قيما لا يمكن أن يعززها العمل ولا الدراسة ولا الحياة الأسرية، وإنما يعززها العمل التطوعي، وهو نمو الشعور بالمسؤولية والإحساس بالمجتمع وانتماء للوطن، وأيضا تقليل الجوانب المادية التي أصبحت سمة لبعض المجتمعات وطغت على بعض المجتمعات وأفسدتهم جودة الحياة ولذة الحياة من خلال الانغماس في الجانب الاقتصادي النفعي. فالعمل التطوعي يكسب الشخص أو المتطوع اكتمالا في شخصيته وتفاعلا مع أسرته ومع مجتمعه وإشباعا لحاجاته الأساسية والضرورية التي هي مصدر لسعادته في الدارين، سواء في الحياة خاصة مرحلة الشباب أو عندما يبلغ سن النضج فيحس أنه قدم لمجتمعه أشياء يفخر بها وأيضا تعود على هذا العمل الذي يقدمه لوطنه ومجتمعه وما يناله من الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا على ذلك أهمية أيضا التطوع على المستوى الجماعة. فهناك أعمال لا يمكن تتم إلا عن طريق التكامل والتعاون، ويخلق العمل التطوعي تآلف المجتمع وتكاملهم، وهذا سيكون أيضا في المحور الثاني اللي سنتحدث عنه، ولكنه تبرز هذه في أهمية العمل التطوعي أيضا على المجال الوطني، تتضح في تحقيق المنجزات الوطنية واستكمالها وتكامل المؤسسات الوطنية أو المؤسسات الرسمية مع القطاع الثالث NGO، وأيضا شعور المجتمع بأن هناك قطاعات رقابية وتكاملية مع الأعمال التي يقوم بها المجتمع، إضافة أنها تكسب المتطوع انتماء لوطنه ومعرفة وتغلغلا في المؤسسات المجتمع بأنواعها. سأضرب أمثلة توضح لنا ما ذكرته في التعريف والأهمية في العمل التطوعي. فهناك عمل تطوعي بدني يقوم الإنسان بجهده البدني ويشارك فيه، وهي كثيرة ونراها ولله الحمد دائما، خاصة بعد جائحة كورونا وأيضا بعض الأنشطة البيئية وغيرها. وهناك نشاط أو تطوع مالي، وهو الذي يبذل من ماله، فهذا أيضا وجه من أوجه التطوع. وهناك تطوع فكري بفكره وأرائه ومقترحاته، وهذه لا تقل أهمية عن سابقها، بل إنها هي التي تقود العمل التطوعي وتنضج العمل التطوعي وتجعله متكاملا مع مؤسسات المجتمع. أيضا هناك تقسيم آخر وأمثلة على الأعمال التطوعية، فهناك أعمال فردية وهناك أعمال جماعية، ولكن لا بد لكلا النوعين من التكامل فيما بينهما، وأن يكون هناك أهداف محددة والجميع يساهم في تحقيق هذه الأهداف. المثال الأخير للأعمال التطوعية، هناك أعمال تطوعية محلية وأعمال تطوعية عالمية، وسأضرب مثالا على المحلي كما يقوم به الآن كثير من الناشطين البيئيين في خدمة البيئة ونظافتها والتشجير وغير ذلك. أما الأعمال العالمية فهي التي لها صفة الشراكة ك الجلوبال فورم، وأيضا مشاريع التنمية المستدامة و
بعض البرامج العالمية، وأضرب مثالاً وهو من أهم الأمثلة في البرامج العالمية التطوعية في ربيس، مشروع رسول السلام الذي انطلق من المملكة العربية السعودية قبل 10 سنوات وانتشر في أنحاء العالم، وشارك فيه أكثر من 50 مليون متطوع ومتطوعة، وحققوا أكثر من 1.5 مليار ساعة عمل تطوعية، وأفضلت تريليونات الدولارات على مجتمعاتهم من خلال أعمالهم التطوعية، وكانت هو أكبر مشروع تطوعي على مستوى العالم سجلته الأمم المتحدة، ومنحت المنظمة الكشفية العالمية بإشراف من جمعية كشف العرب السعودية لتنظيم هذا البرنامج شهادة أو شيك المليار ونصف المليار ساعة عمل تطوعية، ويشمل عدد من الجوانب، جوانب السلام وجانب حل الصراعات وجانب البيئة وجانب الحوار. فكل هذه الجوانب المملكة كانت رائدة فيها، وانطلقت رؤية المسنجر أوف بيس من المملكة العربية السعودية وانتشر في العالم. لعل الشريحة التي بعدها ممكن ننتقل إليها، وهي عن أهداف التنمية وموائمتها أو موائمة العمل التطوعي مع أهداف التنمية. فالأهداف التنمية لا يمكن أن تنجح إلا مع تكامل العمل التطوعي معها، لأن العمل التطوعي في المجتمعات المتحضرة يلعب دور في حسب الإحصائيات لأكثر من 70% في تكامل أعماله وتحقيق أهداف المجتمع. والمملكة العربية السعودية برؤية 2030 ساهمت في أهداف التنمية المستدامة 17، وهذه بحد ذاتها تحتاج إلى محاضرة كاملة، ودور القطاع الثالث أو العمل التطوعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والموائمة معها. ولكن اتضح لنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية تكامل كثير من الوزارات مع العمل التطوعي، وأبرزها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وأيضا وزارة الصحة من خلال مشروع من خلال منصة التطوع الصحي لمجابهة كورونا، وقد تقدم عشرات الآلاف من المتطوعين وفتحت لهم المستشفيات والمحاجر لمجابهة هذا الوباء، وكان لهم دور كبير سواء المتطوعين الصحيين أو المتطوعين العام المساندين لوزارة الصحة في إيصال الأدوية ومراقبة المحلات والتوعية في جائحة كورونا. إذن العمل التطوعي لابد أن يتواءم مع خطط التنمية المستدامة، ورأينا أمثلة رائعة في المجتمع السعودي من خلال هذا التوائم والتكامل، ورأيتم خطة وزارة البيئة في زراعة 1 مليون شجرة، أن القطاع الثالث والمتطوعين هم الذين ساهموا سواء في جهدهم أو تبرعاتهم أو خبرتهم في تحقيق هذه الأهداف، أهداف التنمية الوطنية. لعلنا ننتقل للشريحة التي بعدها، ويكفينا هذا في عن التنمية أو أهداف التنمية المستدامة. رؤية المملكة 2030، سأكتفي بهذه الرؤية بعبارتين هامتين، الأولى من خادم الحرمين الشريفين تعكس هذه الرؤية. فخادم الحرمين الشريفين استهل رؤية المملكة 2030 بقوله: هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. فحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذه العبارات تسطر بماء الذهب وتترجم بأعمال المتطوعين والمؤسسات الحكومية، أو عفوا بمساهمة المتطوعين وتكاملهم مع المؤسسات الحكومية والأهلية. الشريحة التي بعدها، وهي أيضا كلمة مهمة جدا لكلمة ولي العهد حول الرؤية، فيقول: رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق لأمة طموحة. وهذا أيضا رأيناه في العنوان، إنها تعبر عن أهدافنا وأمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكان القوة والقدرات الفردية لوطننا، وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابغ بالحيوية يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وأمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر. هذه كلمة ولي العهد حفظه الله فيما يخص رؤية المملكة
2030. واسمحوا لي للشريحة التي بعدها أن ننتقل، وهو العمل التطوعي وعلاقته بهذه الرؤية الطموحة. أولاً، العمل التطوعي سيساهم في التحول الوطني، وساهم في التحول الوطني سواء 2020، وكان له دور كبير جداً التحول الوطني، واتضحت معالمه من خلال نمو الجمعيات التطوعية ونمو المتطوعين وانطلاق منصة العمل التطوعي اللي سأتحدث عنها، وهي من معالم التطوع في المملكة العربية السعودية. ثانياً، تشجيع القطاع الثالث وهي المؤسسات ذات النفع العام، وقد نشأت العديد والكثير من المؤسسات التخصصية والعامة في جميع المجالات، وسأضرب مثالاً بعد قليل على ذلك. الوصول لمليون متطوع، وهذه أحد مؤشرات الرؤية، تعزيز قيم المواطنة والشعور بالمسؤولية الاجتماعية، وهذه من أهداف العمل التطوعي في كل المجتمعات، واتضح جلياً هذا في المملكة العربية السعودية. ولعلنا ننتقل للشريحة التي بعدها، وهو المحور الثاني من محور حديثنا اليوم، وهو العمل التطوعي وأثره في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني. بالتأكيد، كما أشرت في مستهل حديثي، أن العمل التطوعي هو سمة من سمات المجتمعات المتحضرة والمتقدمة، التي تولي العمل التطوعي والجوانب المعنوية والجوانب الوجدانية جانباً كبيراً، بحيث لا يطغى الجانب المادي والاقتصادي على حياة الفرد والمجتمع، وحتى تنتشر الشفافية والتعاون والتكامل بين المجتمع، وحتى يسود التوائم والتعايش في المجتمع، وتعزز ثقافة التكامل بين أفراد المجتمع وبين مؤسساته، وأيضاً التلاحم الوطني الذي له دور كبير جداً العمل التطوعي في تكوينه، لأن العمل التطوعي يذيب الفوارق بين المجتمع، ويذيب الأنانية أو تمحور الشخص حول نفسه أو تمحور المؤسسة حول نفسها، والبحث دائما عن مصلحتها الذاتية أو مصلحته الذاتية، والابتعاد عن أهداف المجتمع وكينونة المجتمع التي ينصهر الجميع فيها. ولعلي فأركز على أربع جوانب تعكس أثر العمل التطوعي في تعزيز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني، وهو يكون من خلال البناء المعرفي. فالجوانب المعرفية التي يكتسبها الطالب أو الطالبة في التعليم لا تكفي هذه، وإنما كالذي يتعلم السباحة من الكتاب أو يتعلم قيادة الطيارة من الكتاب ولم ينزل إلى الميدان. البناء المعرفي لا يتكون بطريقة صحيحة وسليمة إلا من خلال العمل التطوعي والنزول إلى الميدان. ولذلك ناشدت كثيرا أن يكون لدينا مشاريع في التعليم العام، لا يجتاز الطالب المرحلة الثانوية إلا وقدم مشروعا في العمل التطوعي أو المشاركة المجتمعية، تسقل مواهبه وتكسبه حب الوطن وحب مجتمعه وحب الخير وحب العمل، وأيضا تعمق الجوانب المعرفية التي اكتسبها في التعليم العام. وكذلك أن يكون شرطاً في الجامعة ألا يتخرج الطالب إلا وقد أمضى ساعات في العمل التطوعي، سواء في تخصصه أو في جوانب عامة تحددها الجامعة وفق منظومة معرفية ومصفوفة مدى وتتابع وسكوب سيكونس يتكون من خلالها المهارات والمعارف. الجانب الثاني، البناء القيمي. البناء القيمي لا يمكن أن يتكون من خلال التعليم أو التلقين، وإنما يتكون من خلال العمل، وخاصة العمل التطوعي الذي يبني القيم ويكون الشخصية المتزنة التي لا ينفك عنها حب الخير للغير وحب الوطن وحب ولاة أمره، من خلال العمل التطبيقي ومن خلال الميدان والمشاريع الميدانية التي تبني القيم والبناء القيمي وفق النماذج التي يأخذها الطلاب، وخاصة طلاب التربية، ولا تتعدى مسامعهم إلا يطبقوا هذه القيم من خلال الأعمال التطوعية أو الأعمال الميدانية بشكل عام وتطوعية بشكل خاص. الأمر الثالث، وهو تكوين الاتجاهات الإيجابية. الاتجاهات الإيجابية هذه هي التي تحدد مسار وسلوك الإنسان، فإن كان لديه اتجاها إيجابيا، ولا يكون الاتجاه الإيجابي إلا من خلال الجوانب الوجدانية والجوانب التطبيقية التي ينزل فيها الميدان، والمحضن الرئيسي هو العمل التطوعي الذي يصهر الاتجاهات الإيجابية نحو الجوانب
المرغوب فيها والاتجاهات السلبية نحو الجوانب الغير مرغوب فيها، وخاصة الجوانب المجتمعية والجوانب الخيرة التي تكسب الإنسان أو تكسب المتطوع اتجاهات إيجابية تجاه ذلك، وهو بدوره ينقلها إلى أبنائه وبناته أو تنقلها إلى بناتها وأبنائها، وأيضا المعلم والأستاذ إلى طلابه وطالباته. الأمر الأخير المشاركة الفاعلة. رأينا كيف يتم إنجاز أعمال كبيرة جدا وبفعالية عالية من خلال المتطوعين، وهذا يولد التحام للمجتمع وتجانس في المجتمع. وسأضرب لكم مثال شاركت فيه العام الماضي من خلال إصلاح بعض الأماكن التي يعني تأثرت بأثار التنمية وخاصة الطرق وأيضا الاحتطاب الجاري. هو مشروع بيئي، كان المشروع هذا يكلف أكثر من 30 مليون، ولكن بجهد المتطوعين والمتبرعين لم يكلف أكثر من مليون، وأنجز خلال شهر. وكانت الشركات التي تريد أن تتعاقد لإقامة هذا المشروع تحتاج إلى سنة من العمل، ولكن هذا تم بجهود متطوعين، سواء تطوع مالي أو تطوع بدني أو تطوع في الفكر والمجال. كانت المشاركة فاعلة بسبب العمل التطوعي، وكان هذا يساهم مساهمة فاعلة في تحقيق أهداف المجتمع، وهو المحور السابق، وأيضا حق نحو أهداف التنمية، وفي محورنا الثاني في التعايش والمجتمع والتفاهم الوطني. ورأيت في بعد سيول الأسبوع الماضي كيف كان لهذا المشروع الأثر الكبير على البيئة وعلى الناس وشعورهم تجاه هذا الأمر. ننتقل للشريحة التي بعدها حفاظاً على الوقت، وسأضرب في هذه الشريحة الشريحة اللي قبل هذه سأضرب في هذه الشريحة أمثلة ونماذج للعمل التطوعي الذي يعزز ثقافة التعايش المجتمعي والتلاحم الوطني. وسأبدأها بمنصة العمل التطوعي التي بادرت فيها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشكورة. فكانت هذه المنصة فريدة من نوعها على مستوى العالم، فقد جمعت جميع الأعمال التطوعية من خلال مبادرات ومن خلال المؤسسات المشرفة والمؤسسات المنفذة. واحتفلوا في الأمس بتكريم المؤسسات التي حققت أعلى درجة في ساعات التطوع والإنجاز، وأيضا الأشخاص الذين حققوا إنجازات كبيرة في هذا الجانب. هذه المنصة تمنح المتطوع الثقة والقدرة على التواصل مع جميع الجمعيات التي ترفع المبادرات التطوعية في أنحاء المملكة، ويستطيع أن يشارك بعد أن إجراءات في المنصة، والتي من أبرزها قبول المتطوع للشروط، وأيضا قبول الجهة العارضة للتطوع لهذا المتطوع وانطباق الشروط عليه. ورأينا كيف يعني كثرة المبادرات التطوعية في مجالات عدة سأذكر منها بعد قليل أمثلة. فالنزول في اليوم أكثر من 40-50، وصل الآن إلى 60-70 من المبادرات التطوعية في كل أنحاء المملكة. وتتبعت هذه المنصة وشاركت فيها، وكان حقيقة لي للوزارة الموارد البشرية الشكر والتقدير على أن حصروا بعض المتطوعين، وصل يعني بعضها بالآلاف والمؤسسات بمئات الآلاف، وهذا يعكس الرقي والتطور الذي نشهده الآن أمام العالم وأمام المجتمع، ليقيم نفسه ويطور نفسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمؤسسة إذا رأت المؤسسة فاقتها في العمل التطوعي فستبادر وتعمل لتطوير أعمالها، وكذلك الفرد لينافس الآخرين. والآن نظام العمل التطوعي الذي صدر من المقام السامي وشكي له لجنة برئاسة وزير الموارد البشرية، هو من الأنظمة التي ستدفع المتطوعين وستحمي المتطوعين والمؤسسات، وتضع لكل جهة أهدافها وضوابط لتنفيذها. الأمثلة من خلال استعراضي لمنصة العمل التطوعي، فهناك مبادرات كثيرة جدا صحية وخاصة مع جائحة كورونا، ومبادرات بيئية وكثيرة جدا
في أنحاء المملكة هذه المبادرات، وشارك فيها الآلاف من المتطوعين. هناك المبادرات التعليمية التي نشأت سواء بإشراف وزارة التعليم أو بإشراف بعض الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النافع العام. هناك المبادرات الاجتماعية أيضاً وهي كثيرة جداً، وهناك إقبال كبير على هذه المبادرات. هناك مبادرات صحية ورياضية من خلال جمعيات المشاة، جمعيات الدراجين، جمعيات هناك جمعية النحالين، جمعية الجمعيات التخصصية لبعض الأمراض وغير ذلك. فانفتاح هذه المؤسسة على المجتمع وفتح المجال للمتطوعين أن ينخرطوا فيها ويحققوا شروطها إن أرادوا أن يستمروا فيها، فهذه ميزة فيها المملكة العربية السعودية من خلال جمع المتطوعين جميعاً في منصة، وأيضاً خلق التنافس فيما بينهم. وتوجت هذه المنصة بإمكانية المتطوع أن يطبع شهادة المشاركة التي شارك فيها بعدد ساعاتها ويومها، أو يطبع جميع الساعات التطوعية التي قام بها، وستكون يعني رصيداً له ورصيداً للوزارة ورصيداً للمجتمع. فالمجتمعات تفاخر بمنجزاتها التطوعية ومنجزات المجتمع ومنجزات المجتمع الثالث الذي كما ذكرت لكم هو سمة من سمات المجتمعات الحديثة التي تولي التطوع أهمية كبيرة، ليس فقط على مستوى المجتمع وإنما أيضا على مستوى أهداف الوطن وأهداف المؤسسات الحكومية. المتطوعون لهم دور كبير، ولذلك يعني أجدها فرصة حقيقة أن أشيد برؤية المملكة 2030 وأشيد بالمؤسسات التي بادرت في تحقيق هذه الرؤية، وأشيد في جامعة شقراء التي فتحت لي المجال لأن أتحدث عن هذا الموضوع في هذه العجالة، وأن أعرض بعض التجارب التي رأيت أنها نموذجية في مجتمعنا الغالي. أكرر شكري وتقديري للجامعة ولوكالتها التي نظمت هذه الندوة، وللحضور كل باسمه، ولعلي أن أفتح المجال لغيري إن كان يريد أن يتحدث أو يشارك، وأترك المجال إدارة الندوة لتنتقل لمن تريد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نحن بدورنا الدكتور نشكركم على ما تفضلتم به من إثراءات حول هذا الموضوع، فلكم وافر التقدير. الآن سيكون معنا سعادة الأستاذ أحمد العباسي، المتحدث الإعلامي لإمارة المنطقة الشرقية وعضو مؤسس لجمعية العمل التطوعي، للحديث عن التخطيط والتنظيم في إدارة العمل التطوعي وأسباب نجاحه، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. صاحب السعادة رئيس جامعة شقراء، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعمدائها، طلبة وطالبات في جامعة شقراء، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أشكر لكم هذه الاستضافة، كوني متواجد معكم في هذا اليوم الهام وفي هذا المحفل العالمي والذي يتحدث ويحتفي بالمتطوعين ومتطوعي العالم. نبدأ بالسلايد الأول دكتورة. نعم 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 دكتور أسلم، نعم مناسب جدا.
نتحدث الآن عن الإدارة وما هي أهمية الإدارة في المجتمع بشكل عام، أهمية الإدارة في الحياة ودورها، كونها علم إنساني يتقاطع في مختلف نواحي الحياة ومنها العمل الاجتماعي. لذلك فإن فهم الإدارة يسهل على العاملين في العمل الاجتماعي تنظيم وتطوير أعمالهم، كما يساعد في تطوير العمل الاجتماعي وما إلى ذلك. السلايد اللي بعد إذا تكرمت. وظائف الإدارة، الإدارة تتمحور وظائفها في خمس وظائف: التخطيط والتنظيم، التوجيه، التوظيف، الرقابة. نتحدث اليوم عن التخطيط والتنظيم وأهمية التخطيط في مخرجات العمل التطوعي. نتحدث عن خلال التخطيط يتضح لنا الهدف والمطلوب من المتطوع وما المطلوب من الجهة الطالبة للتطوع وما هي الفرص التطوعية المتاحة، كما أنه يسهم أيضا في معرفة عملية التنظيم التي تلي التخطيط. ويمثل التخطيط والتنظيم يمثلان الركيزة الأولى في إدارة العمل التطوعي من خلال جودة مخرجات التخطيط والتي تنعكس على بقية الأعمال التطوعية، ويعزز مؤسسية العمل التطوعي وينقل العمل التطوعي لآفاق أوسع، كما أنه يزيد من إقبال المتطوعين على الفرص التطوعية، بالإضافة إلى يزيد من إيجاد فرص تطوعية أكبر تسهم في خدمة المجتمع وزيادة الناتج المحلي. نعم، لبعض التخطيط. يمكن أن نعرف التخطيط بأنه عملية وضع الأهداف وتوضيعها وتوضيحها وتحويلها إلى أهداف مرحلية وإجرائية وكتابة برنامج زمني لتنفيذها. يمكن تبسيط هذا التعريف من خلال وضع أهداف واضحة، أما نحولها إلى أهداف جزئية أو نسقطها إلى أهداف جزئية، تشمل بعد ذلك إيجاد برنامج زمني يحقق لنا ما هو المطلوب وما هي النتائج المرجوة من خلال هذا التخطيط. إن التخطيط كما تحدثنا سابقا هو أحد الوسائل التي توضح لنا أو تسهل لنا التعرف على المستهدفات وتوجيه الموارد بشكل صحيح، إضافة إلى أنه يوضح لنا العملية التطوعية ودور كل فرد وما يسهل ويسهل عملية التنظيم كخطوة لاحقة للتخطيط، ويجعل العمل التطوعي أكثر انتظاما، وبالتالي يجعل العمل أعلى فائدة وأعمق أثر للمجتمعات التي المحيطة. نعم. نعم. إجمالا أهمية التخطيط تكمن في التالي: التخطيط يسهل الوصول إلى الأهداف التطوعية للفرد والمنظمة، كما أنه يحافظ على الموارد المختلفة: بشرية، مالية، تقنية. قد نجد في بعض الأحيان إتاحة فرص 10 فرص تطوعية أو 20 فرص تطوعية، في ما نقدر يعني يصعب علينا كثير توظيف هذه الفرص التطوعية. إذا وجد عندنا التخطيط نعرف نوظف هذه الفرص التطوعية بشكل جيد والاستفادة منها، كما أن ضبط عملية متابعة التقدم نحو الهدف، رفع مستوى الأداء التطوعي، كما يجذب المزيد من المتطوعين الشغوفين ويرفع قيمة العائد من التطوع، ويوجد أيضا فرص تطوعية أكبر وأشمل. نعم. عناصر التخطيط: تحديد الهدف، تحديد الأهداف المطلوبة، المطلوب تحقيقها من خلال التخطيط. يتوجب علينا عند إيجاد
خطة للعمل التطوعي عدة عناصر، أهمها زي مثل ما تفضل أحيائي هو تحديد الهدف المطلوب تحقيقه، أيضا رسم السياسات والإجراءات، وضع ميزانية تقديرية، تحديد الإمكانيات والموارد المتاحة، إعداد برنامج زمني، وقد يكون لكل حدث معين يطرأ مجال معين فنترك المجال أو الخيار أو المجال للإضافة في النقطة الأخيرة. التنظيم هو الوظيفة الإدارية التي تمزج الموارد البشرية من خلال تصميم هيكل أساسي للمهام والصلاحيات، بمعنى آخر أن التنظيم هو أدق وأكثر تفصيلا من التخطيط. بإمكاننا نبسط وظيفة التنظيم، هو وظيفة إدارية تمزج بين الموارد المختلفة وتستخدم هيكل أساسي ودليل صلاحيات أو ما يسمى وصف لكل مهنة أو عمل أو مجال تطوعي متاح. ما هي أهمية التنظيم؟ العمل التطوعي يسهم التنظيم في تحديد الأدوار والصلاحيات ويحدد بوضوح المأمول من المتطوع والأثر الذي يتوقع منها أن يصنع، إضافة إلى أنه يضبط العلاقة بين المتطوع والمستفيد. كثير من المتطوعين للأسف ما يعرف دوره، يعني هناك فرص تطوعية كثيرة، مثلا دعنا نتحدث عن طبيب، دعنا نتحدث عن ممرض، دعنا نتحدث عن مسعف، دعنا نتحدث عن مرشد، دعنا نتحدث عن سائق حافلة، دعنا نتحدث للأسف الشديد ما في وصف للوظيفة التي يقوم بها هذا المتطوع، لا سيما أن هناك بعض الإدارات، وزارة الموارد البشرية مشكورة، قامت بتشخيص العمل أو تقييم العمل التطوعي لكل متطوع، يعني مثلا وماذا يعود به على الناتج المحلي للدولة. يعني على سبيل المثال الطبيب، الساعة التي يقدمها الطبيب في العمل التطوعي كم تقدر هذه الساعة؟ كم قيمة هذه الساعة؟ لذلك هذا سيكون أثر على الناتج المحلي في الدولة، فيحتاج مننا ذلك. نرجع ثاني لسمحتي. لذلك ارتبط التنظيم بعملية التخطيط، حيث يسهم في تأطير العمل التطوعي وتحديد احتياجات العمل التطوعي، ويضع عملية إدارته في إطار واضح يضمن العلاقة بين جميع الأطراف اللي هم الجهة الطالبة للتطوع والمتطوع والمجتمع المستفيد. إجمالي أهمية التنظيم في التالي، نلخصها: يضبط العلاقة التطوعية بين كافة الأطراف، يحدد المسؤوليات والأدوار، ويعزز استدامة واستمرارية التطوع، كما يضمن أيضا فهم أكبر للدور المطلوب من المتطوع، ويضبط الاتصالات بين قادة الفرق التطوعية أفقيا أو رأسياً، وهذا في الميدان نعاني منه كثيراً جداً، لا سيما من المتطوع غير ملزم في بعض الأحيان سوى بالمواثيق والعهود والأدبيات والارتباطات، يعني لا يوجد شيء يلزم المتطوع أنه يستمع لما هو والله يعني يسمى برئيسه أو المسؤول عنه أو كذا، فلا بد من إيجاد ميثاق سنتحدث عنه في السلايد الذي يلي ذلك. تفضلي. عناصر التنظيم. وصف الفرص التطوعية الموجودة، لابد من وصف واضح وشامل ومفصل للفرص التطوعية زي مثل ما تفضلنا سابقا. كذلك الارتباط التنظيمي
للمتطوع، وذلك يبدو لي تحدث عنه قبل قليل، كما تحدث عن مؤشرات الأداء للمتطوع اللي هي معروفة بالـ KPIs وميثاق التطوع، وهذا ما تحدث عنه، وهذا جدا جدا يعني يبدو لي مهم، يضمن حقوق في النقطة الأخيرة، يضمن الحقوق والواجبات للمتطوع، وكذلك ما يلزم الجهة المتطوعة وما يلتزم به المتطوع تجاه هذه الجهة وتجاه المجتمع وتجاه أيضا العمل الذي هو مكلف به. نعم. مكنات نجاح إدارة العمل التطوعي. الآن نتحدث عن قيادة تطوعية واعية، وجود هدف تطوعي واضح، إيمان بأهمية التخطيط والتنظيم، قياس الأداء التطوعي سنسقطها على الواقع. قيادة تطوعية واضحة، خلينا نتحدث عن المملكة العربية السعودية قيادة أوجدت مفهوم للتطوع أو تحت تنظيم إداري معين، وجود هدف تطوعي، وزارة أنا أقصد طبعا تحت وزارة العمل تحت وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية، كذلك وجود هدف تطوعي واضح وصولنا إلى 1,000,000 متطوع، إيمان بأهمية التخطيط والتنظيم، وذلك من خلال إيجاد إدارات وجهات وجمعيات تطوعية متخصصة في هذا المجال، قياس الأداء التطوعي. نعلم جميعا أن مركز قياس أداء الأجهزة العامة أداء يقوم بقياس الفرص التطوعية والناتج ومردودة على الناتج المحلي، وكذلك هل نحن وصلنا إلى المستهدف أو الهدف التطوعي المطلوب اللي هو 1,000,000 متطوع، ودرجات الوصف أو الـ KPIs اللي إحنا هل نحن محققين الأهداف أو لم نحققها. لو سمعت السلايدات راحت يا دكتور، أو أنا وقت انتهى. معك وقتك يا دكتور. نعم، مجمل القول، أنا افتكرت طردتوني يا دكتورة. لا أبدا. مجمل القول مما سبق، يمكننا قول ما يلي: أن المؤسسية في العمل التطوعي ضرورة ملحة، وهذا ما يعني قد يفتقد البعض بحكم أنه عمل تطوعي، وقد يرى الشخص منا عدم التنظيم في ذلك، أو عدم ضرورة التنظيم، أو عدم ضرورة وجود عمل مؤسسي بحكم أنه عمل تطوعي، يعني لا يوجد عليه في أكثر الأحيان أجر أو مكافآت أو ما إلى ذلك. كذلك تنظيم العمل التطوعي يواكب تطلعات رؤية الوطن للاستفادة من الطاقات التطوعية، لا سيما أن مجتمعنا بطبيعة حاله كمجتمع مسلم عربي سعودي يميل في طبيعة الحال إلى التطوع بالفطرة. تطوع منظم يعني تطوع ناجح، ويعطي المجتمع قاعدة تطوعية صلبة. جائحة كورونا عظمت لنا دور التطوع، وأكدت أهمية التخطيط والتنظيم في تعظيم الأثر التطوعي، لا سيما الآن من خلال منصة التطوع الصحي وصلنا إلى 93,000 متطوع صحي، وهذه يعني قد نقول أحد النتائج الإيجابية لهذه الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلها عاجلا ليس آجل. طموحنا ونحن مع هذه الدولة العظيمة أن نصل إلى 1,000,000 متطوع، وهذا لن يتم إلا بخطط واضحة وتنظيم دقيق. نشكر لكم هذه الاستضافة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أننا كنا يعني ضيوف خفيفي الظل لكن ثقيلي الوزن. شكرا لكم، شكرا للاستضافة، شكرا لسعادة رئيس الجامعة، شكرا للدكتور خلوق ودكتورة أسماء ودكتورة لدى، وكذلك أشكر
الذي سبقني الدكتور عبد الله الفهد والأستاذ فهد البرغش الذي يلي هذه عبيد الأستاذ عبيد البرغش أنا آسف الذي يلي هذه الفقرة. شكرا لمن استضاف وشكرا لمن حضر وشكرا لمن سمع ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. ما في صوت. شكرا لكم. شكرا لكم أستاذنا الفاضل على هذه الإضاءات، فبارك الله فيكم وفي علمكم. دكتور عبد الله الفهد. عفوا انقطع الصوت عندي يا اختي، ممكن تعيدين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عذرا على انقطاع الصوت، قبل هناك بعض الاستفسارات وردتنا من الحضور. لدينا سؤال موجه لسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد. تفضل. لعل نخلي بس فقرة الاستفسارات آخر الفقرات، نقدم الأستاذ عبيد البرغش ونأخذ الاستفسارات في النهاية. أكترون. ننتقل الآن إلى سعادة الأستاذ عبيد البرغش، وهو كما نعلم مختص بالمسؤولية المجتمعية ودوافع العمل التطوعي وأبرز المعوقات التي تواجهه، فليتفضل الأستاذ الكريم. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ عبيد. الحمد لله، نصلي وإياكم على خير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. حياكم الله جميعا. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: قائد العمل التطوعي والإسلامي والمجتمعي لا يشكر الله من لا يشكر الناس. نتقدم بالشكر الجزيل ووافر التقدير وعظيم الامتنان لهذه الجامعة الرائدة بكل جميع الرؤساء والمدراء والعمداء وكذلك أعضاء الجامعة، مشكورين على هذه الجهود النبيلة والجهود القيمة التي من خلالها ترقى بالمجتمع وتنهض بالوطن. وأشكر سعادة البروف الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد والأستاذ معالي المستشار الأستاذ أحمد على ما سمعنا وما يعني استفدنا من خلال التجربة العميقة في خلال العمل التطوعي. ونشكركم حقيقة على هذه الجهود الطيبة من خلال الأعمال التطوعية. نحن وإياكم في يوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر، تكريم المتطوعين، تحفيز المتطوعين، تقدير ذوات المتطوعين الذين بذلوا جهد كبير، و سواء كان هذا الجهد مادياً أو مهارياً أو نفسياً أو اجتماعياً. حديثي وإياكم عن مهارات العمل التطوعي، كيف أن نصل إلى العدد الذي حقيقة لا نقول إنه من خيال ولكنه من أمنيات وسوف يتحقق بإذن الله عز وجل. اليوم شبابنا وفتياتنا اليوم في قمة أو في ذروة العطاء. ثقافة العمل التطوعي الحمد لله أصبحت ثقافة عالية وثقافة ملموسة وثقافة موجودة، رغم أنها كانت موجودة من الأزل، لكن تطورات التثقيف، دور الإعلام، دور الجامعات الرائد، دور الأسرة، دور المسجد، أصبح هناك يعني حقيقة يعني خلونا نقول يعني عمل متكامل، عمل احترافي جيد يشكر عليه الجميع. اليوم نحن في بعض اللقاءات نشير دائما إلى أن الأرقام قفزت الحمد لله مثل ما ذكر الأستاذ أحمد، أن التطوع الصحي
ربما يعني تجاوز إلى أكثر من 90,000، والأعداد الحمد لله كل يوم في الزيادة. لكن مع ذلك، مع المسببات ومع الإيجابيات ومع الإشارات، إلا أن هناك بعض، أنا أقول بعض من التقليل، يكون هناك بعض السلبيات أو بعض ما يسمى بالعوائق، لكن نتكلم فيها إن شاء الله تعالى في آخر الندوة وآخر اللقاء. اليوم ربما تكون الرسالة الأولى والجيدة والإيجابية في تحفيز المتطوعين من خلال هذه الأيام العالمية أو من خلال المبادرات الاحترافية. يجب على القادة اليوم أن يتمتعوا بالأساليب الجيدة، بالكلمات الرنانة، بالوسائل الإبداعية، من أجل احتواء المتطوعين الذين هم الآن في أعداد هائلة. نشهد اليوم في كثير من المبادرات واللقاءات أعداد كثيرة من شبابنا ومن فتياتنا، وخصوصا طلاب وطالبات الجامعات، لأنهم في مرحلة أو في سن ما يسمى سن العطاء. بيئة التطوع تتضمن كافة الأبعاد المحيطة بالمنشأة وتنظيم العمل، وتمتلك القدرة على التأثير على نشاط الفرد. ويجب أن نفرق بين هوية التطوع وهوية المتطوع، لأن هناك خلط أو مزيج فيشكل على بعض الشباب وبعض الفتيات. خلوني أذهب وإياكم إلى شريحة مهمة جدا من شرائح اليوم في فوائد العمل التطوعي. فوائد العمل التطوعي يا كرام لا تخفى على شريف علمكم. الصوت واضح؟ أنا حاولت أدخل فيديو. دكتورة معنا؟ واضح الصوت دكتور، واضح. جميل، افتح بس بالإكرام تكرما إذا ممكن. جيد، من الفوائد الجميلة والجزيلة والمهمة من التطوع، يجب علينا كقادة، كمشرفين، كمنفذين حملات أو مبادرات إنسانية تطوعية، أن نشعر الفرد أو المتطوع بأهمية العمل التطوعي. يعني قلنا أمس في خلال قناة الإخبارية أن هناك 4 تاءات في العمل التطوعي، وهي ربما تكون اجتهادا منا، لكن يجب أن يتأهل يتأهل المتطوع، يتدرب تدرب التعليم، ثم يدخل ميدان ما يسمى ميدان العمل التطوعي. تأهل، تدرب، تعلم، ثم تطوع. يجب أن نشعر بأهمية العمل التطوعي، أن من خلال العمل التطوعي يكسب الخبرة، يعزز جانب الثقة، يبني علاقات جميلة. كذلك هناك مرحلة جميلة وهو اكتساب الأجر والثواب من الله عز وجل. هذه أشياء يجب أن تكون حاضرة. ثم يجب علينا إعطاء المتطوع شيء تقدير وشيء من حقوق المتطوع، كما أشار نظام التطوع في المملكة العربية السعودية الذي أشار فيه خادم الحرمين الشريفين في الأمر السامي. تطوير المتطوع هذا واجب علينا، إعطاء حقوقه واجب علينا، ميثاق التطوع واجب علينا، واجب كذلك على المتطوع. تحفيز المتطوع بين فترة وفترة مثل الأيام العالمية، يجب علينا إكرام المتطوعين سواء بكل ما نستطيع من وسائل شهادة الشكر، ساعات العمل التطوعي، الأساليب المتمكنة الآن مثل بعض الزيارات، بعض الهدايا، يعني كل بيئة بما تستطيع أن تقدمه لهذا المتطوع الذي بذل جهد كبير وإمكانيات كبيرة. مع ذلك نجد أن هناك الحمد لله من شبابنا وفتياتنا صفات جميلة ينبغي أن تكون في المتطوع من أجل أن يستمر في العمل التطوعي. من أجمل الصفات التي يجب أو ينبغي أن تكون في كل متطوع، يكون هذا الشخص أو الفرد يكون عنده التزام عالي، التزام عالي. ثانيا، يكون عنده انتماء للجهة أو للكيان الذي ينتمي له.
مثل الجامعة يجب أن يكون عنده انتماء عالي لهذه الجامعة، لهذه الجمعية، للكشافة، للفريق، للنادي، للمركز، للجنة، يكون عنده انتماء يرتبط فيه، سواء كان مسمى أو كان يعني في لباسه وفي تحدثه أو في خروجه للقنوات. كذلك يجب أن يكون المتطوع، يجب أن يكون عنده صفة جميلة وهي صفة المبادرة، أن يبادر بكل ما يستطيع من قوة. يجب على المتطوع أن يتعلم لغة تسمى لغة الاحترام، يحترم كل من يراه. كذلك يجب عنده أن يكون عنده التقدير لذاته والتقدير للآخرين. يجب في المتطوع أن يكون مؤهلا كما ذكرت في بداية الحديث. فإذا تأهل المتطوع يعطينا إشارات أن العمل في مساره الصحيح. كذلك من الأشياء الجميلة في صفات المتطوعين أن يكون عنده إخلاص لعمله، في إخلاص في أدائه. والشيء المهم كذلك أن عامل الوقت يا كرام يجب أن يكون حاضرا في المتطوعين. هناك يعني مثل ما تشوفون الشريحة الآن، أن يكون مؤهل، متوفر، موثوق به، مبادر، ملتزم، مرتب، متعاون، معبر عن الأشياء الجميلة. وهناك أثار في العمل التطوعي من أجل أن نبني رؤية وأن نبني عدد كبير، كما هي رؤية 2030، رؤية الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، إلى أن نصل إن شاء الله تعالى إلى مليون، إلى أكثر مليون إن شاء الله تعالى. يجب علينا أن نعرف أن هناك أثار للتطوع. من الأثار الجميلة، قبل أن ندخل في أهمية العمل التطوعي، هناك أثر ديني، وهناك أثر سلوكي، وهناك أثر مهاري اللي هو أثر التدريب على المتطوعين، وهناك كذلك أثر تربوي وأثر اجتماعي وأثر صحي. في كل وسيلة أو في كل دائرة أو في كل لجنة أو في كل عمل هناك عوائق. عوائق العمل التطوعي يا كرام، وإن كانت يعني الحمد لله خلنا نقول أنها اندثرت أو تعالجت أو بدأت الآن في مرحلة الاختفاء، لأن العمل التطوعي أصبح عمل احترافي جميل. نرى مثلا في الكشافة بحضور سعادة البروف عبد الله الفهد، هذا الرجل القائد الملهم الهمام، الحمد لله تعتبر الكشافة من أبرز الجهات في العمل التطوعي، من خلال الأداء، من خلال القياس، ومن خلال كذلك الميدان، ومن خلال ساعات العمل التطوعي يعملون في الليل، في النهار، في مواسم الحر، في مواسم البرد، في 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 نجدهم ما شاء الله تبارك الله في تواجد كبير، ليس بس فقط في الحج أو في العمرة، لا، لهم أعمال كبيرة وأعمال نبيلة وأعمال مشرفة. من العوائق، هناك عوائق نفسية يجب أن نتخلص منها، يعني مثلا سوء الظن من المتطوع للمؤسسة التي يعمل بها أو بعض القائمين أو المشرفين عليها، فيجب أن يزال هذه المفاهيم السلبية. كذلك هناك عوائق بيئية، لعلكم تتفقون معي، مثلا أن يكون الموقع أو الميدان بعيد عن 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 المتطوعين، فيشكل عليهم مثلا، على أهاليهم مثلا، على بعد المكان. هناك عوائق اجتماعية بأن يكون بعض القائمين على المنشأة من فئة معينة اللي هي الشللية أو اللي يسمونها يعني دائرة مغلقة، يخفون على الآخرين عدم الاحتكاك بهم أو عدم الفائدة من بيئة العمل التطوعي. هناك عوائق اقتصادية، وهي عدم وجود مثلا، خلينا نتكلم عن وسيلة نقل للمتطوعين، بعض الإمكانات التي يجب أن توفر فيها المادة. هناك عوائق فكرية، وهي تفاوت الفكر بين المتطوعين، وهذا يجب أن يعالج بالضرورة. أخيرا من العوائق، عوائق إدارية، ليس هناك خطط كما ذكر الأستاذ أحمد. إن لم يكن هناك تخطيط في العمل التطوعي فلن ينجح العمل التطوعي، أو بمعنى أصح
لن يستمر العمل التطوعي. لدينا أشخاص في العمل التطوعي، أشخاص في قمة الإلهام وفي قمة العطاء وفي قمة الأداء، وعلى رأس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم، قائد الأمة والرؤوف الرحيم والبشير النذير عليه الصلاة والسلام، الذي كان حقيقة يرسل لنا إشارات جميلة في العمل التطوعي، بداية بدءا من بيته صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع أبنائه ومع أحفاده، بدءا مع جيرانه عليه الصلاة والسلام، بدءا مع أصحابه نبيكم عليه الصلاة والسلام. كان يخصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب شاته، كان صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه، كان عليه الصلاة والسلام في شغل أهله. فإذا أردنا أن يكون عندنا مخرجات في العمل التطوعي، خصوصا مع البيئة وهي من أهم مصادر التعلم للنشأ، ثم يليها المدرسة، المسجد، التعليم، البيئة، الأصدقاء، لكن يجب أن ننطلق من البيت. إذا أردنا أن نحقق مليون متطوع، يجب أن تكون الرسالة السامية، الرسالة التربوية، الرسالة الاجتماعية، النفسية، البيئية، يجب أن تكون حاضرة من لدى الآباء والأمهات. تشجيع، تحفيز، مشاركات. فأزمة كورونا مثل ما ذكر الأستاذ أحمد، الله يبارك فيه وفيكم، يعني فعلا علمتنا، أعطتنا دروس كبيرة جدا في أن نتقن العمل التطوعي. بل ذكرت في اللقاء بالأمس أن كورونا جعلتنا في قمة الاحترافية في الأعمال التطوعية. المملكة قارة، هناك بعض الأماكن كان فيها البرد حاضر، وبعض الأماكن كان فيها الموسم الحر حاضر، ومع ذلك اشتغلوا الشباب واشتغلوا الفتيات وقدموا أعمال جميلة، سواء كانت أعمال اجتماعية أو ميدانية أو كشفية أو أعمال طبية أو صحية، وهي كانت يعني متصدرة في القائمة. خلوني أختم شريحتي في فقرة جميلة عن دوافع العمل التطوعي. يجب أن يكون حاضر معنا ما هو الدافع الذي يدفع عبيد وزيد وسارة وريم في الأعمال التطوعية. هناك دوافع تطويرية وهو مهم جدا. التطوير يعني نقصد به التدريب، التأهيل، التسخير، التغيير الإيجابي. هناك عوامل اجتماعية يجب أن تكون حاضرة في بناء المجتمعات، في بناء العلاقات. هناك عوامل تعليمية وهو يخص مثل يعني كيان الجامعات، وخص جامعة شقراء التي حقيقة يعني أصبحت رافد في الخير، وأصبحت يعني من الجامعات المرموقة، وكل جامعاتنا الحمد لله مرموقة وذات أهمية، لكن هناك يعني في جامعات وضعت بصمة وجعلت أثر جميل مثل جامعتنا الموقرة والعامرة جامعة شقراء. هناك دوافع تعليمية، أن يعني نحاول من خلال التعليم أن نطرح نماذج، أن نطرح أساليب تعليمية في الشغف، في حب الأعمال التطوعية. هناك كذلك دوافع اقتصادية لا تخفى عليكم، دائما يرتبط الاقتصاد بالأشياء التطويرية والأشياء التعليمية. هناك دوافع دينية، الأجر والثواب والخير والراحة النفسية. والشيء الأخير معنا في الدوافع العمل التطوعي وهو الدافع الإنساني. يجب أن يكون الدافع الإنساني حاضر يا كرام، يجب أن يكون الدافع الإنساني جميل، لأن التطوع ولعلي أسف في ذلك، العمل التطوعي لا يعترف لا بلون، ركزوا معي، ما يعترف بلون. العمل التطوعي أو التطوع لا يعترف بجنس، رجل امرأة، لا يعترف بعمر، كبير صغير. التطوع لا يعترف بديانة، مسلم أو غير مسلم، لا يعترف بمكان، في البحر، في الأرض، في الجو. العمل التطوعي يعني عمل شمولي، فهو لا يعترف لا بديانة ولا بلون ولا بوطن ولا بهوية ولا بعمر ولا بجنس. عمل يعني متكامل من جميع الأطراف، وهذا الذي جعلنا يعني نرتاح داخليا، أن العمل التطوعي لا يقترن بشخص معين أو بزمن معين أو بعمر معين. فنحن نحمد الله سبحانه عز وجل أن جعلنا في الأعمال التطوعية مفطورين فيها،
بل أن الكثير من شعب المملكة العربية السعودية رضعوا مع حليب أمهاتهم، رضعوا التطوع، فمنذ الصغر، منذ نعومة الأظافر والأولاد والبنات في شغف في حب العمل التطوعي، مثل موسم رمضان إفطار الصائمين، يأتي في 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 عيد الأضحى توزيع اللحم الأضاحي، يأتي في رمضان في زكاة الفطر يقوم بعض الآباء والأمهات بتوزيع زكاة الفطر بأنفسهم وتوزيعها على الفقراء والمساكين، في 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 مناسبات الزواج، في في المناسبات العائلية نجد أن الشباب ما شاء الله تبارك الله والفتيات يقومون بأعمال جميلة، فيجب أن يكون العمل التطوعي أيها المربون والمربيات والمعلمين والمعلمات وكل من له تأثير في 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 المجتمع أن يكون التطوع حاضر بيننا، خصوصا في البيت دائما نحفز نرغب نشجع، يبدأ الأب تبدأ الأم بالمشاركة، القائد يبدأ بنفسه، كما نعرف كثير من القادة يبدأون بأنفسهم، وهو نهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من هدي عليه الصلاة والسلام. العمل التطوعي حقيقة كان ولا يزال الحمد لله يعني دعامة أساسية في بناء المجتمعات ونشر المحبة والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، فهو عمل إنساني يرتبط ارتباطا قويا بكل معاني الخير والعمل والصلاح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأعمال الخير، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والصلاح والإخلاص في القول والعمل. أعيد وأكرر بالشكر الجزيل وصادق الدعوات وعظيم الامتنان لجامعتنا المرموقة شقراء، وإلى وزارة التعليم التي حقيقة لها دور جميل ودور كبير في تحقيق أو في تثقيف رسالة العمل التطوعي، ونتمنى إن شاء الله أن يكون ذاك منهج إن شاء الله تعالى في التعليم، ولعل الأستاذ دكتور عبد الله باختصاصه في المناهج أن يكون ذاك مقرر إن شاء الله تعالى يطرح طروحات جميلة إلى معاني التعليم، يكون هنا منهج يبدأ من المراحل الأولى في التعليم من أجل أن يشكل لدينا أعداد كبيرة، نصل وإياكم إلى أكثر من مليون متطوع، ويجب أن يكون التطوع حاضر في الإعلام، حاضر دائما في الأندية، في مرافق الجامعة، كما رأينا من جامعات الموقرة شاركنا في كثير من الجامعات سواء كان في الجنوب ولا في الشرق ولا في الشمال ولا في الوسطى الحمد لله، أو في الغربية، إسهامات كبيرة من عبادة أو وكالات الجامعات. نسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وأن يديم الأمن والاستقرار ويطيب عيشنا وينصر ريشنا، وأن يوفق قائدنا وخادم الحرمين الشريفين الذي أرتبط اسمه كثيرا بالأعمال التطوعية، فهو يرأس كثير من الجمعيات، وفخرا أنه قرن اسمه وجعل مسمى خادم الحرمين الشريفين قبل اسم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الشاب الذي ينهض بهذه الرؤية الجميلة، رؤية 2030، ويوفقنا وإياكم لكل خير. شكرا من الأعماق، شكرا للضيوف الكرام، سعادة البروف للأستاذ دكتور الذي حقيقة أسعد بلقائه وبطروحاته عبد الله الفهد، وكذلك الأستاذ الكبير أستاذنا الموقر ومحاضرنا الجميل الأستاذ أحمد. نسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. شكرا لكم، وشكرا كل من نسق ورتب اللقاء وكان داعما أساسيا في مثل هذه اللقاءات الجميلة والأطروحات الطيبة. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسعة والتيسير. وممكن أن نسيت الدكتور أحمد العباسي، متحدث إعلامي كبير، أو سوت في نسيت اسمه قلت سعد، فهو وجه السعد إن شاء الله تعالى، الأستاذ المبجل أحمد العباسي. شكرا لكم جميعا، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق والسداد. شكرا أستاذنا الفاضل على ما قدمتم، زادكم الله علما وفضلا. لنا الآن ننتقل لفقرة الأسئلة والاستفسارات، ولعل البدء يكون مع سعادة وكيلة الجامعة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا أشكر شكر جزيل لجميع ضيوفنا اليوم الأكارم، الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد، أستاذ أحمد العباسي، أستاذ عبيد البرغش على وجودهم معنا. ودعوني يعني أخص يعني شوي بالشكر أستاذ أحمد العباسي، لأن حقيقة هو يكلمنا اليوم ويكون معنا من المستشفى، هو أجرى عملية جراحية قبل 48 ساعة، ونشكر له هذا الالتزام معنا وحضوره برغم يعني حالته الصحية، ونسأل الله له العافية والسلامة بإذن الله تعالى. شكري الجزيل لجميع ضيوفنا الكرام واللي استمروا معنا بالتنسيق. حقيقة هذه الندوة كان المقرر أنها تعرض في شهر 7 من العام الماضي، لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا الغمة ونلتقي فيهم في مناسبات أخرى قريبا وقد كشفت عنا الغمة بإذن الله تعالى. سؤالنا يعني أنا عندي استفسارين حقيقة يعني على عجالة كذا في 5 دقائق حتى لا نطيل على الجميع. السؤال الأول أنا ببدأ من حيث انتهى أستاذ عبيد البرغش للدكتور عبد الله الفهد. دكتور عبد الله، هل هناك فعلا خطط واضحة لنشر ثقافة العمل التطوعي عند المرحلة الابتدائية والمتوسطة، بحكم أنه هذه الشريحة هي الشريحة المستهدفة تقريبا لتحقيق رؤية 2030؟ لأن احنا شايفين أن العمل التطوعي منتشر وموجود، لكن حقيقة احنا نستهدف شريحة معينة هي المرحلة الابتدائية والمتوسطة. هل فعلا هناك خطط واضحة لنشر ثقافة العمل التطوعي عند هذه المرحلة أو في هذه المرحلة العمرية؟ أقول سؤالي الثاني وأترك المجال للدكتور عبد الله الفهد ومن ثم الضيوف على الإجابة. لعلي في السؤال الثاني أوجه الأستاذ أحمد العباسي وأستاذ عبيد البرغش، أنه إحنا دائما عندنا برامج تطوعية يعني مستمرة ودائمة، لكن هل يوجد استحداث لبرامج تطوعية مهمة بالإضافة للأعمال التطوعية الدائمة المستمرة مثل دعم المؤلفين الشباب المخترعين المتفوقين دراسيا؟ لأن إحنا فعلا محتاجين أنه فكرة العمل التطوعي تخرج من الإطار اللي إحنا نعرفه عنها والمحدود إلى أفكار أخرى إبداعية يعني. فهل فعلا بدأت تخرج برامج تطوعية مهمة في هذه المجالات؟ أنا هذه السؤالين اللي عندي، ونترك المجال للضيوف. مرة ثانية أشكركم الشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم. شكرا لسعادة الدكتورة خلود الحساني، وأكرر شكري لك حقيقة على نشاطك وعلى هذه المبادرة الرائعة، وفي كل تأخيرها إن شاء الله خيرة، وكان مفترض أنها قبل أشهر، ولكن الحمد لله يعني أن هذه الندوة رأت النور. حقيقة ما ذكرتيه هو يعزز ما ذكره الأستاذ عبيد البرغش، وأنا سعيد أن أكون مع هذه الكوكبة من المتخصصين في العمل التطوعي والأستاذ أحمد العباسي. ما ذكرتيه حول تعزيز قيم العمل التطوعي في التعليم العام، طبعا أنا حللت كتب التعليم العام عدة مرات مع سواء بحوث خاصة لي أو مع طلابي. ما زال التعليم عندنا يحتاج إلى تطوير كبير جدا في مفهوم التدريس، فما زال يعتمد على النص أو الكتاب المدرسي الذي لا يمكن أن يستوعب جميع القيم والمفاهيم. بالتأكيد العمل التطوعي الآن ضعيف جدا في التعليم العام، ولا يكفي لغرس قيم العمل التطوعي، ونشدنا حيا المسؤولين عدة مرات، ولعل هذه الندوة يكون من ضمن توصياتها أن يكون العمل التطوعي متطلب في اجتياز كل مرحلة من مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط الثانوي، وكلهم فيما يخصه وحسب قدراته وحسب الدائرة التطوعية التي يعرفها المتخصصون في التربية. فالمراحل الابتدائية تطوع داخل الأسرة أو داخل نطاق العائلة، والمتوسط أيضا في الحي، الثانوي في المجتمع والوطن، وأيضا الجامعة أيضا لها رسالة مهمة جدا أن يكون التطوع جزء أساسي من متطلبات الاجتياز في بعض المواد أو مشروع مستقل، ويمنح الطالب عليه شهادة تساعده في الانخراط في العمل والاندماج في المجتمع. وأنا معك يا دكتورة أن التعليم بأمس الحاجة أن يعطي التطوع أهمية كبيرة، سواء في الجانب القيمي والمعرفي والمفاهيمي أو في الجانب التطبيقي. وأيضا ما أثاره الأستاذ عبيد
حول موضوع تكريم المتطوعين، فهذا جانب مهم جدا، لأن الريورد بنت أو التحفيز هو سر نجاح المجتمعات وسر نجاح المشاريع. فإذا لقي المتطوع أيا كان عمره وسنه ومجال تطوعه تأييدا من القطاعات الرسمية ومن المجتمع، فسيستمر وستكون كالشجرة التي تؤتي ثمارها وتذهب جذورها في الأرض لتعمق هذا التوجه في المجتمع. التنوع العمل التطوعي، لو سمحتي لي يا دكتورة، أن وزارة الموارد البشرية مشكورة وضعت منصة وفتحت لكل شخص بإمكانه أن يبادر في مشروع أو مبادرة تطوعية، سواء في ناشئين المؤلفين أو في أي مجال من مجال التطوع، وتجيز الوزارة هذا المشروع وهذه المبادرة ويفتح المجال للمتطوعين وفق آلية معينة. وخطت الوزارة خطوات متقدمة جدا في موضوع المبادرات التطوعية، وكان احتفالهم في الأمس لتكريم المتطوعين والمؤسسات التطوعية، فتحت المجال لكل الجمعيات بلا استثناء أن تنزل مبادرات وتعتمد خلال أقل من 24 ساعة، ويبدأ المتطوعون بالتسجيل ثم الميدان. ودخلت وجدت يعني كثير من المجالات التطوعية التي تعزز كثير من القيم التي لا يمكن أن تعزز داخل القاعات أو الفصول الدراسية. فتحتاج منا وزارة الموارد البشرية أن من التعليم أن يقف معها ويوجه طلابه وطالباته للانخراط في هذه المؤسسة والتسجيل في المنصة أولا، لأنها مرموطة في أبشر، حتى يتمكن من المبادرات والأعمال التطوعية. فعلى سبيل المثال في الجامعة الآن، لو أردتم أن تقيمون أي مبادرة أيا كان نوعها، فيسجل في المنصة ثم يأتي يسجل في المبادرة، وتحسب له الساعات هذه في الوزارة، وعندما يقدم على أي وظيفة سواء حكومية أو غير حكومية ستحسب له هذه الساعات. وهذه رؤية الآن الوزارة بدأت تطبقها على موظف الوزارة، وستطبق إن شاء الله على جميع الوزارات. فكون الطلاب يكون لديهم علم ولديهم برامج أيضا تطرحها المؤسسات التعليمية، سواء التعليم العام أو التعليم العالي. وأكرر شكري لكم على هذه المبادرة دكتورة خلود، وجزاكم الله خير، وأكتفي بهذا التعليق. بالنسبة للأستاذ، عفوا، الأستاذ أحمد العباسي والأستاذ عبيد غش، هل لديكم إضافة حول ما تفضل به الدكتور؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد موجود؟ أولاً ألف سلام عليك أستاذ أحمد، وطهور إن شاء الله، وتخطاك الشر والسوء والمكروه. وهذا يعني الآن يعني إثبات عملي للتطوع، ما شاء الله تبارك الله، يعني يزول عنك الباس. دكتورة معنا؟ نعم دكتور، تفضل حياك أستاذ عبيد. حقيقة يعني ربما نسينا بالشكر الموفور ل مدير الجامعة الدكتور الأستاذ دكتور علي السيف، ولكل الإخوة والأخوات في هذا القطاع الكبير التعليمي. أنا ما عندي أي إضافة، لكن حقيقة يعني الدكتور عبد الله ذكر كلام مهم جدا في غاية الأهمية، أن في قصور في ثقافة العمل التطوعي من خلال التعليم، لكن إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة بعد نظام المجلس الوزاري أن يكون إن شاء الله هناك يعني خطوات جميلة، مثل خطوة يعني ما تقدمت به جامعة شقراء الآن من مبادرات ومن حملات، وهذا دورنا حقيقة. لكن يجب حتى يكون عندنا في صفحاتنا التي تخصنا حقيقة شخصيا أو يعني عمليا. أنا أعتب على بعض الجهات الحكومية إنها إلى الآن لم يجد فيها يعني وحدات أو لجان أو دائرة للعمل التطوعي. هذه مصيبة. بعض الجامعات أو بعض المؤسسات يعني عندها أعداد إن لم تكن يعني بالمئات فهي بالآلاف، ولا استفادوا من هذه الطاقة الكبيرة يعني في إيجاد ساعات العمل التطوعي. الحمد لله عندنا اليوم توفر، وهذه بشرة أزفها لكم من خلال، ولعل تكون يعني بشرة حصرية لجامعتنا شقراء. هناك أكثر من 200 قائد وقائدة،
تخرجوا وحصلوا على رخصة العمل التطوعي ورخصة المسؤولية الاجتماعية في خلال 2020. يعني يجب أن يسخروا هؤلاء، عددهم 200 الآن تقريبا، وهم قادة في العمل التطوعي. فهم الآن أخذوا دورات كثيرة، وأخذوا مدراء تنفيذيين ومرشدين تطوعيين، وأخذوا سفراء في التطوع، وأخذوا باقات العمل التطوعي، لكن يحتاجون الآن إلى أرض خصبة مثل الجامعات الآن. فهم الآن في أتم الاستعداد أن يقدموا رسائل، دورات، دبلومات، رخص في العمل التطوعي، في صنع مبادرات، في تثقيف العمل التطوعي، في تعريف العمل التطوعي، في أهمية العمل التطوعي. فقط بس يحتاجون الدعوة، يحتاجون يعني شيء من الاهتمام. أذكر على سبيل المثال يعني تنسيقكم للبرنامج هذا قبل يمكن 8 إلى 9 شهور ما شاء الله تبارك الله، وما زال النفس عندكم، وهذا دليل أن العمل عندكم تواق وبشغف وبحب، وما شاء الله تبارك الله مضت الأيام والأشهر والساعات والليالي وطبق الحمد لله. فهذا عتبي على بعض الجهات اللي عندها مساحة، سواء كانت جهات حكومية أو جهات خاصة، إلى الآن لم يستشعروا أهمية العمل التطوعي. فرغوا دائرة، مكتب، قسم، لجنة تسمى وحدة العمل التطوعي، خصوصا الآن إنها من ضمن يعني برامج الرؤية، رؤية 2030، رؤية المملكة، يجب أن تكون حاضرة ويكون حاضر العمل التطوعي. هذا اللي حبيت بس أشير عليه. شكرا أستاذ عبيد، ولكم وافق الامتنان على ما تفضلتم به من إثراء. لدينا مداخلة من سعادة الأستاذة نجلاء ثنيان، مشرفة لدينا. السلام عليكم، حياكم الله جميعا، حيا الله سعادة رئيس الجامعة، حيا الله الحضور الكرام. معكم نجلاء ثنيان، مؤسسة فريق سعادتي بعطائي، مدرب في التنمية البشرية ومدرب في ثقافة الادخار من أمارة منطقة الرياض. الحمد لله أسسنا فريق سعادتي بعطائي بجهود كانت فردية وبسيطة من تقريبا 7 سنوات من خلال تجربة التطوع. أنا أعتبر التطوع نوع من العلاج ومهم جدا في الجامعات. يعمل التطوع في عندنا في الكلية فريق على اكتشاف مهارات الطالبات وتقديمها بروح جميلة للجامعة والمجتمع. الشيء الثاني هي إكساب الطالبة قيم المواطنة الصالحة والولاء للوطن والجامعة. وأهم نقطة بحكم تخصصي كأخصائية اجتماعية وكمشرفة الاجتماعية، لما تأتيني طالبة لديها سلوك منحرف أو سلوك غير مقبول في الجامعة، أبداً يعني إذا كان الخطأ مقبول نوعاً ما أعترف جداً بالتعهدات، فأنا كنت أحيلها معي في النادي وأطلب منها إنها تعطيني عدد معين من الساعات التطوعية تشتغل معي، بحكم أني ما أكتب لها تعهد ولا أحرمها ولا أي شيء. أنا بالشيء هذا ضمنت أن الطالبة كسبت صداقات وكسبت صحبات راقيات وفعالات وإيجابيات في الجامعة، وكسبت سلوكيات ممتازة. فأنا بهذا ضمنت التغيير، والحمد لله لازال معي طالبات خريجات ومبدعات جدا، وتغير سلوكهم 180 درجة بشهادة أهلهم، يعني حتى أهلهم لاحظوا التغيير هذا الشيء فيهم. فأنا أعتبر العمل التطوعي والإشراف الاجتماعي واللي هو عمل الأخصائي الاجتماعي جهتين العملة واحدة، شيء مهم جدا في تعديل السلوك السلبي للطالب. قدمنا برامج كثيرة في نادي سعادتي بعطائي في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرمة، طلعنا زيارات كثيرة، سوينا أشياء للجامعة وأشياء خارج الجامعة. سعيدة جدا بمشاركتي معكم في الندوة. ألف شكر لكم أنكم أتحتوا لي الفرصة، ألف شكر للحضور الكرام. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للأستاذ على ما تفضل به من إضاءات جميلة جدا. يبدو أننا الآن سنختم هذه الندوة، فنتوجه بجميل ولا عفوا. نعم تفضل دكتور. دكتورة تفضل. الأستاذ نادي سعادتي، كذا اسمه نادي سعادتي؟ أيوة النادي اسمه نادي سعادتي بعطائي. طيب ممكن
ممكن تجربة هذه يعني يستفاد منها في خلال الإعلام والصحف بحكم لدينا صحيفة برق على مدير فني، وكذلك يعني نحتاج مثل البرامج السلوكية الإيجابية التربوية، فإذا ممكن بالتأكيد لنا يعني سبق طلعنا في قناتي الإخبارية عام 35 زيارة مرضى السرطان، وسبق طلعنا في برامج مهمة اللي هي في السعودية. عندنا برنامج الآن اسمه تجارب تطوعية ناجحة، فهذه من نحتاجها في بالتأكيد. أنا الآن معي في يعني أنا يعني تركت النادي الحمد لله بعد تأسيسه، بس النادي لا زال قائم وشغال، بس عندي مجموعة من الطالبات راح يثرونك بالتأكيد، وأنا فخورة في طالباتي الآن أنهم خريجات نادي السعادة بعطائي ومسكوا يعني وظائف ممتازة، والكل لاحظ عليهم مو أنهم من ناحية العمل، لا عندهم مهارات عالية، مهاراتهم جدا عالية، مهارات تنظيم، مهارات حوارية، هذا الشيء هو اللي صقل لهم العمل التطوعي. جميل، بس إذا ممكن عن طريق عفواً أستاذ عبيد، حبذا نسق فيما بينكم فيما بعد الندوة حتى نلتزم بالوقت، و يعني نعتذر منكم على هذه المقاطعة. ختاماً نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لسعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف على رعايته الكريمة لهذه الندوة ولضيوف الجامعة الكرام، سعادة الأستاذ الدكتور عبد الله الفهد، سعادة الأستاذ عبيد البرغش، سعادة الأستاذ أحمد الناسي، والشكر موصول لكم أنتم حضورنا الكريم ولكل القائمين على إنجاح هذه الندوة العلمية والثقافية، ونلقاكم على خير في مناسبات قريبة، وقد كشف الله عنا الغمة جميعا بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.